نروح بقى لخبر تاني وخبر حلو جدا، بنتكلم عن فريق الشباب 17 سنة للكرة الطايرة بالنادي الأهلي، توج بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد ما تغلب على نظيره فريق بتروجيت ده في ختام منافسات البطولة. الفريق قدم بصراحة يا جماعة عرض محترم جدا، عرض قوي جدا لو حضراتكم تابعته، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط 1. وبعد النهاية ونهاية المباراة تسلم الجهاز الفني واللاعبين كأس البطولة وميداليات المركز الأول بعد فعلا بدل الفريق جهد كبير ومميز. بنتكلم على مدى المباريات اللي خاضها وصولا بقى للنهائي والتتويج بهذا اللقب، حاجة محترمة. خلينا ناخد برضو يعني مزيد من الكواليس بقى والتفاصيل، وهيكون معنا على التليفون كابتن نادر نبيل المدير الفني لفريق شباب طايرة الأهلي 17 سنة. كابتن نادر صباح الخير في البداية وألف مبروك طبعا. صباح الخير عليكم وشكرا للاستقبال دايما احنا متعودين عليها، والحمد لله ربنا كرمنا امبارح ببطولة القاهرة وكان مجهود كبير بصراحة. يعني أنا كمان بشكركم على التغطية الجميلة دي بصراحة. لا ده شيء يعني عايز أقول لحضرتك بجد أسعدنا جميعا، كل بطولة أي فريق في النادي الأهلي بجد بيحصل عليها إحنا كلنا بنبقى متشرفين بهذا يعني النجاح فعلا. لكن خلينا نسمع من حضرتك برضو جماهيرنا يعني تبقى عارفة كواليس رحلة النجاح، إحنا دايما بنتكلم عن الوصول للنجاح لكن وراها كواليس كتيرة جدا، وزي ما قلت جهد مبذول على الأرض بشكل كبير. فخلينا نسمع من حضرتك والصعوبات اللي الفريق اصلا مر بيها علشان نقدر في الاخر ان احنا نوصل لهذا النجاح. اتفضل يا كابتن. هو اكيد طبعا البطوله عشان الواحد يقدر يعني يحققها بيبقى في كتير من الجهد المبذول طوال فترات الموسم. يعني كان احنا بدانا فتره الاعداد من حوالي 3 شهور او 4 شهور تقريبا. بعد كده بدانا المباريات بتاعتنا الادوار التمهيديه، بعد كده بدأنا الأدوار النهائية، وكانت الصراحة القرعة ما كانتش يعني مصلحتنا خالص. صحيح. احنا كنا بنلعب نعم لا صحيح، كانت فعلا القرعة مع فرق قوية يعني ما كانتش القرعة كان شيء. احنا كنا بنلعب كل الفرق في ملعبها، يعني احنا كنا بنلعب نادي الشمس في نادي الشمس، كنا بنلعب نادي دجلة في نادي دجلة، نادي الطيران في نادي الطيران، فكان لود جامد جدا بالزبط. على اللعيبة جد مجهود بدني ومجهود ذهني، اللي احنا بنلعب كل فرقه على ارضها، فده كان حاجه صعبه جدا على الاولاد، بس الحمد لله كانوا قد المسؤوليه والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب الحمد لله. كان في اي اصابات او اي حاجه كابتن نادر الفتره اللي فاتت خاصه بالفريق ولا الدنيا مشيت ازاي؟ لا ده كان في اصابات كتيره كمان، لان انا كان عندي ولدين كانوا بيتصعدوا الفريق 19 سنه، وكان في عندي ولدين كنت انا باخدهم من فريق 15 سنه. فكانوا بيلعبوا تقريبا 4 ماتشات في الاسبوع، فده كان لود كبير جدا على الولاد. ده طبعا اثر عليهم، بس احنا كنا على قد ما بنقدر بنديهم فترات من الراحه، بنديهم برامج تدريبيه معينه بحيث ما يحسوش بالاوفر تريننج، ما يحسوش بالاصابات. على قد ما بنقدر بنحاول ما يكونش في اصابات للعيبه، بس كان في اصابات برضه، يعني احنا ما نقدرش ننكر ان كان في اصابات، بس الحمد لله الولاد كانوا الصراحه رجاله وقدروا يتحملوا على نفسهم والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله. معلش انا هختم مع حضرتك بنقطه اخيره، يعني انا ببقى من الناس المهتمين بيها جدا وهي فكره هنا برضو العامل النفسي، يعني هل برضو بيبقى عند الفريق عشان الناس تبقى عارفه اخصائي نفسي، بيبقى فيه دروبس اوقات، بيبقى فيه يعني احباطات في فترات ما، خصوصا حضرتك بتتكلم عن الاصابات اللي موجوده كانت عندنا بشكل كبير، فكره العوده مره ثانيه من الاصابه والوصول لنفس المستوى، فده بيتطلب بجانب الجهد البدني لا يعني كمان شغل نفسي، فخلينا نعرف من حضرتك أكيد. النقطه دي اكيد طبعا، لان مفيش فريق بيفضل على مستوى ثابت طول فترات الموسم، يعني مفيش فريق بيفضل مستوى كويس من اول الموسم لغايه الاخر، اكيد بيحصل فيه فترات دروب بعد كده بيرجع يطلع تاني. فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نفسيا بنعالج الموضوع ده، ان احنا دايما بنحفزهم بنشجعهم وراهم دايما، حتى لو لعيب في ماتش او في جيم او حاجه حصل له مثلا هبوط مستواه مش في المود النهارده، حاسس ان هو مستومه، بنحاول بقدر الامكان احنا نديله دفعه معنويه كويسه جدا في ظهره. انا دايما بحسس اللعيبه ان انا دايما في ظهرهم، دايما بشجعهم، دايما بحسسهم ان مفيش مشكله لو غلطت ما تغلطش تاني، تحاول انك تعوض الخطا اللي انت عملته كويس. فبنحاول على قد ما نقدر نفسيا ان احنا نبقى سبورت للعيبه. رائع جدا، نشكرك جدا ومبروك مره ثانيه كابتن نادر. شكرا شكرا ليكوا وشكرا لقناه النادي الاهلي اللي هي دايما بتشجعنا الصراحه.
شكرا لحضرتك. الواحد عايز سبورت نفسي احنا كمان، احنا ليه ما عندناش اخصائي نفسي؟ شاحح بالنسبه لنا اللي بقى في السوق. على فكره والله بجد يعني عايز اقول لك ان الموضوع ده مش مقتصر بس على الرياضيين، المفروض كلنا يبقى يعني فكره هنا، حتى الناس اللي بتشتغل اي مهنه مش لازم الاعلاميين، مع ان الاعلاميين على فكره احنا بنبقى ضغط كمان مضاعف. دي حقيقه، الناس بتفتكر والله انها شغلانه بسيطه، على فكره اطلاقا الاعلامي دي حاجه يعني شغلانه اصلا صعبه. ف المخرج برضه والاخراج برضه، صح يا فندم؟ فاحنا كمان محتاجين، لسه ما وصلناش برضه لثقافه الغرب في التعامل مع العامل النفسي، ان هي حاجه مش عيب او ان هي حاجه يعني مش رفاهيه، هي حاجه اساسيه فعلا. لسه عندنا كتير من الناس شايفه ان اللي بيروح عشان حتى يستشير الدكتور او طبيب نفسي معناه ان هو ايه، ملاسوع بشكل من الاشكال، مع ان مش بالضروره. دي الصحه النفسيه، الصحه النفسيه حاجه والصحه العقليه حاجه ثانيه، ده ملوش علاقه بده. فيعني على فكره احنا ممكن نعمل فقره على فكره كامله عن الموضوع ده، دي تبقى كويسه جدا. طيب.